اسعد الله صباحكم يا رفاقة الخير الجميع. ثابت لكم جميعا وين ما كنتوا، وخبروني انتم طرشين هدية. عندنا دليفري اليوم رفيع المستوى، نفسكم مشتركين اكيد مفعلين جرس عشان انتم كذا شفتوا الفيديو قبل كل حد. اليوم عندنا دليفري راقي المستوى، سيارة لأول مرة في الحياة تسلم في المنطقة العربية. شو هذه؟ ولا أقلكم خلنا نسير ونشوف الدليفري الجميل هذا. ليتس جو ليتس جو. جاهزين؟ أكيد. The 765 everyone من مكلارن. مرحبا والله. جاهزين؟ مرحبا شيوخ. هلا والله هلا. وهذه يا اصدقائي اول 765 سبايدر نفس ما شايفين. خلنا نبطل قراطيس مع بعض ونخبركم معلومها. هلا والله هلا. هذه هي عروستنا، لو خوصت الاستيكر هذا بتشوف مكتوب لك 765. هذه او سيارات ال تي لما تشوفها من مكلارن، بغششكم انا هاي شو، هذه اللي هي اللونج تيل، تكمل اسطوره مكلارن في تاريخها لما كانت تنزل سيارات لونج تيل حق ثبات اكثر، حق السباقات ومن هذه المواضيع. فبتشوف او بتلاحظ انه الجناح اكبر، السياره مسوايه فوكس اكثر حق التراك وحق القياده. هذه 720 كان استخدامها يومي جميلة جدا في التراك، رهيبة، ولكن هذه أسطورية في التراك. اسمحوا لي أن أبدأ بالسيارة هذه من الخلف، وبعد شوية بنسوقها في التراك ونخبركم علومها أكثر وأكثر. طبعا هذه 765 حبة، وبعد 765 حصان يا رفاقة الخير. بتلاحظ ورا اللي اختلف عن 720، طبعا هم سووا لها ابديت بشكل عام كبير. سياره 25% داون فورس اللي فيها، طلع الكزوزات هذه اربع كزوزات سيجنتشر من مكلارن. بتشوف الكاربون فايبر هني هذا اكسبوزد، مش مصبوغ، ليناح بهذه الطريقه وحجمه اكبر. بتشوف قطع الكاربون فايبر هذه والديفيوزر الكاربون فايبر في الخلف. شوف 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 هني بتلاحظ اللون الفسترال بلو نفس لون السيارة، وبتشوف هني 765. خلنا رويكم. شوف شوف هني مكتوب لك كارب بعد بالكاربون فايبر، عندك مكلارن وعندك سيتات السنة. السيارة عبارة عن كأن حد عصر كاربون فايبر وحطاها على السيارة، كاربون فايبر في كل مكان. فيها تليمتري سيستم. سيارة 8 سلندر من الصفر لمية 2.8 سكند. السيارة صاروخ صاروخ. كل حد جرب ال 720 يعرف انها كانت صاروخ، ولكن هذه بزياده. الحين بنكون في التراك وطبعا بنسوقها ونخبركم علومها اكثر. اوه طبعا كذا تركب السياره، لا تفضحونا. هني عندك مفتاح السعاده. هلا والله هلا. تضغط على ايرا تتحول هذه عشان تعطيك السيستم هذا وتخبرك. طبعا فيها التليمتري سيستم. السيارة خلنا نسوقها في التراك عدل، وبعدين بنقضي وياها أيام أكثر. طبعا هذا أول فيديو للسيارة هذه حول العالم، فخلنا نسير التراك وننطلق. Let's go.
that you're saying break. It's fast, huh? It is so fast. I remember how much I got here in the Bugatti. This is close. Very. واو واو واو، السيارة هذه في التراك تحس انها قاعدة في بيتها بين ربعها بين جماهيرها. حتى لو كنت روحك انت في التراك بتحس انه عندك جمهور يشجعوك تبى تطلع الاول. طبعا كانت هذه اللقطات السريعة جدا عن مكلارن 765LT، السيارة اللي في يوم من اليوم وبيصير لها مستقبل وبتكون في كتب التاريخ في سيارات الاداء العالي. طبعا في كل سيارات الافتر شيف او سيارات المخففه هذه بالارقام غلبت كل السيارات سواء من لامبورجيني او فراري او حتى بورش، بالارقام هذه اسرع، ما حطيناها هيد تو هيد. على العموم السياره هاي كنا المفروض ان نجربها في سبين، ولكن يابوها لنا الامارات عشان نختبرها لكم. اذا مو مشترك يا صديقي هني مكتوب لك سبسكرايب، اشترك، فعل الجرس عشان انت تشوف الفيديوهات قبل كل حد. هذا حسابي في انستغرام وهذا حسابي في تيك توك، نفس الحساب باركولنا على المليونين في تيك توك يا أصدقائي، وهذا حسابي في سناب شات، طلع تلفونك سوى سكان حق الكود. على العموم في فيديو حق أخت هذه لا يفوتكم، اسمها الألفا، أسطورة خيالية. على العموم من مكان ثاني ولا تحدي ثاني، قلكم من مكلارن الجميع.